أنا جايبت لكم رواية من أشهر الروايات وأعظمها للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز. رواية اسمها الحب في زمن الكوليرا. هي عبارة عن قصة جاي من عمق التاريخ الإنساني، ما فيكن تقولوا عنها لا واقعية ولا خيالية، هي فيها من الخيال والواقعية لدرجة تقدر تقنع القارئ. بنفس الوقت كمان بتتطرق لكثير من المواضيع الإنسانية الاقتصادية السياسية والاجتماعية، وبتحكي عن الفترة اللي كان فيها زمن مرض الكوليرا موجود بشكل كثير كبير، وهي الحالة اسمها الواقعية السحرية بأدب ماركيز. هلأ الفكرة مثل ما خبرتكم هو بيتطرق لكثير من المواضيع، بتحسوا الغنى الأدبي عند ماركيز بالانتقال من موضوع لتاني، في نسق تصاعدي بسرد القصة بيربطك بأول صفحة وآخر صفحة بطريقة بتحسي إنه كيف هو كان عم يحكي عن الشخصية الفلانية انتقل للشخصية الثانية بدون ما أنا أحس، كيف أنا فجأة صرت بعمق الشخصية الثانية. ما بتحسي، بترجعي بتحاولي تدوري على الشعرة اللي عم تربط الشخصيات، صدقا ما بتلاقيها، ما بتحسي بتتابع الأحداث. زمن الكوليرا كان وصل فيه للعالمية، قال جملة إنه أعراض الحب تماما تشبه أعراض مرض الكوليرا. ليش وصل للعالمية؟ لأنه بهاي الرواية كان عم يحكي عن معاناة العرب وفقدانهم لأمواتهم بسبب مرض الكوليرا، عن اليابانيين، عن تماسك الأوروبيين، وعن كل العالم كيف كان عم يواجه مرض الكوليرا، انتشار هذا الوباء. هلأ القصة كلها هي قصة شاب حب صبية ضل يحبها لحد سن 70، ولما طلبها بيوم وفاة زوجها وقال لها إنه أنا ضليت 51 سنة وتسع شهور وأربع أسابيع وبعض الساعات عم حبك وأستناك. طلبها باليوم اللي توفى فيه زوجها، زوجها كان رجل مرموق بالمجتمع وكان دكتور، فتخيل إنه ضل هو كل هاي الفترة عم يستناها لحتى يرجع يطلبها لما يتوفى زوجها. الرواية مضمونها الأساسي إنه الحب لحب الإنسان ذاته، مش لحب القشور، مش لحب الحالة الاجتماعية ولا الحالة المادية ولا حب الشكل، مش لحب المظاهر أبداً. يعني هني لما حبوا بعض كانوا بعمر 70 سن الشيخوخة، اللي هو فعلياً كل المظاهر أو كل الطبقات الخارجية للإنسان تتلاشى تماماً. ختم الكاتب الرواية بمشهد بيكونوا البطلين بسفينة، فبيكونوا عم بيقضوا هاي الفترة من حياتهم سوا بسفينة بالبحر. زمان إذا بتتذكروا بانتشار الأوبئة المختلفة كانوا يرفعوا علم ليدل إنه نحن عنا مريض صاحب هذا الوباء، مثل مثلا وباء الطاعون كانوا يرفعوا العلم الأبيض. نعم. البيوت كانت ترفع مثلا الشراشف البيضاء إنه نحن عنا هذا المريض. بالكوليرا كانوا يعتمدوا اللون الأصفر. فكان البطل والبطلة على متن هاي السفينة، وكان في ظرف إنه لازم ينزلوا من السفينة لحتى ما ينزلوا، لحتى يكسبوا أكبر وقت ممكن مع بعض، رفعوا العلم الأصفر على أساس إنه هني عندهم مرض الكوليرا. وفعلا كانوا كل وقتهم بالبحار بهاي السفينة وما يقربوا على اليابسة إلا لحتى يتزودوا بالوقود. فبيقول ماركيز إنه الحب هو الحب بكل زمان ومكان، ولكنه يكون أشد كثافة عندما يقترب الموت. لهيك من بعد هاي القصة ومن بعد هذا المشهد الختامي في كتير من الناس قالوا عن الرواية إنه هي اسمها الحب في زمن الشيخوخة. كتير حلوة الرواية، كتير رح تستمتعوا فيها. رح أخبركم مقطع صغير بيقولوا البطل البطلة، مع العلم إنه هي كانت متزوجة وهو يضل يحبها. بيقول كيف لهؤلاء الناس ألا يلتفتون لوقع كعبي حذائها على بلاط الشارع؟ كيف لا يلتفتون لهذه الموسيقى العذبة الرائعة التي أشعر بها؟ كيف لا تضطرب قلوبهم مثلما يضطرب قلبه لهذا النسيم العابر الذي يضرب به كشكشة ثوبها؟ وكيف لا يجن العالم بهذه الضفيرة التي أغرم بها قلبه؟ كيف لا يلتفتون لحركة يديها الرشيقتين، لضحكاتها الذهبية المتألقة نورا وبهاء، وكيف هو الوحيد الذي يشعر بكل هذا؟ أقصى مراحل الحب والإخلاص صراحة، ما بتخيل لسه في منه أبدا. كمان في جملة بتقول ذاكرة القلب تمحو كل الذكريات السيئة وتضخم الذكريات الطيبة، وأننا بفضل هذه الخدعة نستطيع أن نتحمل الماضي. خلصت روايتي. بدي أتمنى هلا بمكيها
أشعر بدني ما يعني. فعلا بتأشعر بدن انه لا مستحيل تلاقي حب بهذا الاخلاص. مع العلم على فكره انه كل هاي الفتره اللي كانت هي متزوجه فيها هو كان عنده علاقات كثير كثير مع النساء بس ما قدر يحب غيرها. يعني حتى مره كان عم يذكر عدد النساء اللي مروا بحياته كان العدد بيتجاوز ال 200 امراه مرت بحياته خلال 70 سنه. والله لا هو ما قدر يحسبهم بالتحديد قرابه ال 200 قرابه اي وممكن يتجاوزوا كمان بس الفكره انه هو ما حب غيرها وهو فعلا كان عم يستناها وكان عم يستنى امتى زوجها ممكن يموت لحتى يروح يتقدم لها. يعني راح بيوم العزاء قال لها انه انا بترضي تتزوجيني طبعا بوقتها قلعته وهيك بس بعدين رجعت رضت بعدين تزوجته هيك. بتمنى ما اكون حرقت لكم القصه، القصه فيها كثير تفاصيل حلوه، بنصحكم تقرؤوا الروايه وانت دعاء بتخيل كثير رح تستمتعي فيها، صح فيها تفاصيل بس شيقه جدا والانتقال بالاحداث كثير بسلاسه بتكون. انا بعدني عالقه في كافكا على الشاطئ من هذاك الوقت وما قدرت اخلصها بس اذا اغريتيني اكثر بموضوع هذا الكتاب ممكن اترك كافكا على الشاطئ واكمل هذا. هو واحد من الكتب العالمية اللي لازم الواحد يكون قرأها. يعني أنا بالنسبة لي مثلاً في كم كتاب لازم تكوني قارئتيهم بغض النظر إذا أنت صحبة مع الكاتب مثلاً أو بغض النظر إذا أنت بتحبي هذا الأسلوب لازم تطلعي عليها. يعني مثلاً مثل الجريمة والعقاب أنا بالنسبة لي لازم كل حدا يكون قارئها. أنا ما قدرت كملها بس حسيت أخذت عنا نظرة فهمت القصة فهمت تركيبة الكاتب والرواية. الحب في زمن الكوليرا نفس الشيء من الكتب اللي لازم الواحد يطلع عليها لازم الواحد يقرأها. وعلى فكرة أنت قرأتي 100 عام من العزلة لنفس الكاتب. 100 عام من العزلة بتتوهي بسبب تعدد الشخصيات والأسماء وأنه كلها مثل بعضها. الحب في زمن الكوليرا لا 3 شخصيات أساسية الأبطال وبعدين الباقي شخصيات ثانوية بتقدري تحفظي الأحداث.